وصمتي عذابي وحيرتي وصمتي، انتي صرتي مشكلتي، المحبة والخلاص انتي، عذابي وحيرتي وصمتي، يبعدوني يضيعوني، يبعدوني يضيعوني، لعبال الوهم والشان كل ظنهم ينسوني، لعبال الوهم والشان كل ظنهم ينسوني، تنسوني 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 تنسوني، انا حبها سرب دمي ناه يصحب عيوني، شجاعكم يا بشر كاري ما ممكن تمنعوني، انا أستاذ عادل، يعني أنا ما دا أشك بحكيك، بس هاي البنية أنا ما أرتاح لها، وجزء لك مهمتك. نادية؟ إيمان، أنا مو من عادتي أحكي على أحد، بس أنت بين قريتنا وعزيز علي، ترى هاي البنية ما تفيدك، حتى الأخوة يا فوزي خربتها على خطيبته وصادقتها إلها. جايز يعني ظلمتها؟ لا لا، أنا متأكدة، شفتهم اثنيناتهم بالمكتب ماله. جايز عنده شغل وياه؟ لا لا، مو قضية شغل، أنا أعرف. صعب صعب أحلام، صعب الواحد يعرف شكو بقلوب الناس، مرات الواحد نفسه ما يعرف شكو بيها. الظاهر أنت تحبها كل شوية أستاذ عادل. أكثر من أحبها. طبعا أنا ما ألومك، لأن هي حلوة كلش حلوة، وأكثر من حلوة. عبالك بعدنا بستان قاطع الراشد، البستان راح وإحنا كبرنا، تعرف إيش صار؟ معمل مال سمنت. سمنت سمنت، أتذكر فد مرة هناك بستوك، بس متى أتذكر منه؟ مجيد، حمدان الفاضل. هذا القمشي مال حمدان الفاضل. صحيح، القمشي والحصان وحمدان. وش يصير منك؟ كل شيء بيصير مني.
أمي كانت تشتغل خدامة ببيت فرحان، وحمدان هم كان يشتغل عندهم. بعدين أمي ماتت، فكلف فرحان يربيني ببيتهم أنا وأخويا صبري. أحلام، أنا ابن جميلة، تعرفيها الجميلة؟ أنا سامعة عنها بس ما شايفتها. تعال شوفك إياها. مدى أتذكرها؟ أنا هم ما أتذكرها زين، أتذكر أشياء بسيطة منها، هيك تمر قدامي وتروح هالشكل، إيدين، أصابع، شعر، عيون، بس ما أعرف ليش كل ما تخطر ببالي تخطر وهي لابسة أبيض، 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 أبيض. يعني مثلي أني؟ مثلك أنتي. هي هي وي وي وي، هذا لحد عفتيني حلومة، هذا لحد عفتيني. خلي يجي الأستاذ فوزي ويتفرج على أخت الجوهرة، أخت الجوهرة اللي غار عليها. لحظة واحدة حلوة، بصراحة أنا خاطرك أنتي ما راح أحكي للفوزي، بس أوقف قدامك حتى أحكي ويا هذا حتى تعرفيه هو شنو. أنا ما أريد أسمع منك أي. بصراحة لازم تسمعين حتى تعرفين أنت شلون ظلمتيني. يا أبو أستاذ عادل، تعال هنا واحكي. أقول لك، من هي نادية؟ ها؟ وين صار نادية؟ ما تحكي؟ تعرفها نادية؟ ها؟ مجيد، عوف هالأحلام، جر إيدك عنها، إيدك وسخة، ها، مثلك أنت. كل ما بيك وسخ حقيقة. لك عادل، لك عادل، عادل كافي عادل. كل هذا على مودي؟ الو، مساء الخير. رجاء اعطيني ايمان بلا زحمه. لا موجوده، انا اعرف هي موجوده،
قولي لها عادل، واذا ما قبلت انا اجعلها بنفسي للبيت. هي تعرف انه عادل. هذا فد واحد عليش اسمه عادل. منين هذا عادل؟ قولي له ماكو. قلت له ماكو، يقول راح اجي بنفسي عليها للبيت اذا ما حكيت وياي. البيت هذا منين عادل مامو؟ بتفهميني؟ بتحكي لي؟ الو ايمان، اذا اتك فكرش انا راح اعوفك فانتي متوهمه. انا بعد ما اعوفك ابد. اي ما يخالف عادل، عود ان شاء الله باكر العصر. ماكو باكر، انا بعد ما اعرف باكر. هسه يم الساعه، واذا ما اجيتي انا اجي عليك بنفسي. اي صار صار، مع السلامه. هذا منين ماما عادل؟ ماما على مود المعرض. المعرض يا معرض؟ هذا هو هذا حكي مع المعرض؟ إيمان حبيبتي إذا أكو شي قولي لي. ماما ماكو شي. لا أكو. شلون ماكو؟ أنا من زمان حاسة أكو فشي ضامت علي. إيمان أنا مو أمك ماما، ليش ما تحكي لي؟ هسه اتمنى المرحوم طيب ويشوف عمايلك هذه، كان ايش سوى بيك؟ ايمان حبيبتي احكي لي ماما ولا تخافين، بس احكي لي. ماما انا مو قلت لك على مود المعرض، وخابروني رادوني اشارك بيه وما شاركت، نكتت بيهم وحسد يخابروني على موده. هلا. اهلا استاذ، مرحبا. العفو، قبل شوي جبت عليك احلام. احلام؟ نعم. ما قالت ايش رايده؟ لا لا ما قالت، بس قالت انا اخابره. هذه يمكن هي. هلو هلو الو حلومه، كنت يم المصلح مال السياره مالتك. اي سالت على السياره لان خليتي بالي انت. طبعا انت غلطانه من قلتي نعطيها لاحد. اي طبعا ما نعطيها لاحد. ها نعم مجيد، أدري. أحلام أنت شابش على عادل يا أحلام؟ إي إحنا إيش قلنا؟ إيش حكينا؟ أنا سيارة؟ أدري شنو علاقة عادل بالسيارة مالتك؟ بعدين فوزي بعدين أحكي لك، هاي قصة طويلة. بس أنا اتصلت بيك حتى تعرف شنت أسوي يا عادل إذا جاء مجيد وحكالك. طبعا طبعا قام يصيح ويعربد، بس عادل ذبحها من البسط. اي طبعا عادل، ليش لا؟ حتى تعرفين احلام، حتى تعرفين شلون كنت انصحك واقول لك تحكين ويا هذا عوف ذاك. زين؟ لان انت انسانه قلبك ابيض وطيب، وتتصورين العالم كلهم مثلك. لا لا احلام، العالم غير شكل. رجاء ما تدخل. دا اقول لك انطيني طريقه دا اشوفه. رجاء سيد مجيد، استاذ فوزي قايل ما تدخل. وخر دا فوتك. يا حلومه عيني بعد نحكي وجه. مع السلامه. لا اقول لك مو ده وخر بيج. خليه 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 يجي خليه. اسمع اسمع فوزي، اي انهانيت وانذليت وانضربت بسبب اختك، وبصراحه بعد ما اجوز اذا ما اخذها. تعال وياك، تعال وياك مجيد. شلون تعال وياك؟
مالك شلون مجيد؟ وانت حتى ما تستحق واحد يخش من وراك بالسجن. جر ايدك فوزي، جر ايدك وخلد احكي وياك. اعرف شو راح تحكي، اعرف كل زين، اعرف شو راح تحكي. شفت احلام ويا عادل، اكو عند غير الحكايه هذه؟ بس خليها ببالك ولعلمك، حتى اذا اشوف احلام ويا ميت عادل تبقى بذهن ذيك الاحلام. انا اعرف وانت تحب هالاحلام. احبها، احبها، بس انا مستعد اكسر 100 واحد مثلك واكسر نفسي من خاطر احلام. زين سيد فوزي، شو تقول اذا خلي احلام تتبرى منك هيابه وخليك تسقط بنظرها للابد، وبصراحه اشوفها انت منه وشنو؟ شنو مجيد؟ اذا ما اقدر احكي للشرطه احكي الحلوم. تحكي؟ انا ذليت من وراها، وبصراحه سيد فوزي لازم اتزوجها. مجيد احكي لها كل شيء. ما راح اصدق بيك، عندي شهود، عندي أمونة، عندي إيمان عبد الفتاح. أخليها تحكي، وحتى عادل، حتى عادل هم أخليه يحكي. مجيد أنا بس إش ولا كلمة ولا كلمة، واستماك مجيد، واستماك مجيد، أخلص عليك، أخلص عليك. يوم اللي أسمع حاجة حكاية وحد الأحلام بنفلي اليوم هذا، أخلص عليك. اطلع برا. يعني ايش تقصد عادل؟ يعني ما عندي مانع اروح بنفسي واحكي لامك والرجل اختك وللعالم كله. معقوله صالحك انت ايمان؟ انت عادل، انت تسوي بيها هالشكل؟ صالحك انت، احسن ما تبقين عمرك كله عايشه بهاي المصياده اللي انت بيها، الخوف والندم والخجل وحتى عذاب الضمير. هم الضمير؟ الضمير طبعا. إيمان، سكوتش معناه واحد مجرم مثل فوزي راح يبقى فالت من العدالة، واحدة مثلك ما لازم تسمح بهذا الشيء. انت الرسامة اللي تحبين الأشياء الحلوة بهاي الدنيا. جنت راح تبقين، لازم تبقين، إذا مو الخاطر أحد فالخاطري أنا اللي أحبك. لازم تحبني قبل ما أصير نادي، لازم أشوفك قبل ما أصير نادي. هذا بعد ما يفيدك إيمان. عادل ترحين وتعترفين بكل شيء، هذا واحدة اللي يفيدك وبأسرع وقت، قبل ما أضطر أني أروح أحكي وتضيع منك الفرصة، فاهمة؟ قبل ما أني أحكي. نعم صباح الخير، شايد مني؟ هاي عندك شاي باكر.
تفضل قول احكي. إيمان، هذا مجيد، مجيد النذل الجبان. عدنية لازم أختي أحلامه يحكي لها بكل شيء، فديري بالك أخاف يجي عليك يحكي وياك يهددك يغريك. إياك وبالك تسمعين كلامه. شو وقت راح ينتهي الموضوع فوزي؟ شو وقت راح انساه وانساك وانسى مجيد؟ شو وقت؟ إيمان، إيمان أنا دا أحذرك، اسمعيني كل زين. أنا عندي استعداد أن أصير أي شيء بنظرك أنت، بنظر مجيد، بنظر الدنيا كلها، أي شيء. حرامي، غشاش، محتال، مزور، أي شيء بس أحلام لا. فهمت؟ مستعد أقتل وأنقتل وأسقط بنظر كل الناس بس أحلام لا، أحلام لا. إيمان، عبد الفتاح موجودة؟ بلي موجودة. بلكي صيح لي اياها. بدقيقة. نص ساعة نقعد سوية ولا نص دقيقة؟ شو عندك احكي. بصراحة هي فت شغلة تخصنا اثنيناتنا وتفيدنا اثنيناتنا. وإذا اتفقنا أنا وياك راح نسوي فوزي محبس بيدينا، وبصراحة نقدر نجر منه شو ما نريد نجر. نجر بحكاية واحدة، حكاية واحدة بس، نقول له راح نواجه أحلام ونحكي له بكل شيء. وهي هي نجر. إيمان، فلوس، أراضي، بصراحة إيش ما نريد أني وأنتي. يعني أنا لهالدرجة صرت وما أعرف نفسي؟ حرامية، نظرك أنت. بصراحة أنسى إيمان. امشي أطلع، روح، امشي. إيمان، إيش فيك أنت؟ إيش فيك؟ اليوم جاي من وقت حرت وياكم ماما، اتاخرت، اخرتي، اجي من وقت، اجيتي من وقت، شو تريدون مني؟ هاي البنيه وفاء اللي كانت ويانا بالمصيف جايه عليك، قولي لها مو هنا. مو احتمال سمعت حسك ماما. وينها؟ نعم بالمطبخ. وفاء، اهلا ايمان. اهلا، تفضلي. نروح نقعد بغرفتي مو احسن؟ عش جابك؟ شلون دليتي؟ نجاة دلتني عليك. بس هايتي شو صايرة؟ وهاي متغيرة. وليش أني عايشة حتى أتغير؟ أني ميتة، ميتة. لا داني شو أقول؟ أني شنو ذنبي إذا أنت خايفة على سمعة أهلك؟ أني شنو ذنبي؟
سمعة أهلي؟ إي أنا عرفت كل شيء، نجات حجت لي بكل شيء. عادل؟ لا، خطية عادل مو هو، فد منية اسمها منتهى. إيمان، عادل يحبك ويخاف عليك أكثر مما يخاف على نفسه، ويريد يساعدك. إحنا كنا نريد نساعدك، حتى أنا آني إذا شايفتني ساكتة بالخاطرك أنت، لأن أقول أنت مظلومة ومسكينة مثلي. إيمان حبيبتي، فكري بي مثل ما تفكرين بنفسك. شوفيني شلون عايشة. لا بيت ولا شغل ولا راحة بال، 24 ساعة عايشة بالخوف. أنا شنو ذنبي؟ أنا أريد أعيش، أريد أشوف الدنيا، أريد أعيش، أريد أعيش. إيمان ادخل داود، فوت، هاي شبيك؟ بيت أخوك يعني بيتك. من هذا يقول أنا صرت وبقيت وأنتو؟ بس الواحد ما يصير بذني. إش ما يكون فوزي أخونا وإنسان رائع وقلبه طيب، وأنتو نسيتوا إيش سويتوا بيه؟ طردتوه وخليتوه يفتر بالشوارع، حتى ما كان ما عنده يجي بيه. من عمايله غير، حتى على أمي هم قام يغلط ويصيح عليها. غير كان جاهل، وأنتو هم ما أخذتوه بالزيانية، يحكي حكاية تردوه بعشرة. هسه ما علينا، راح وعلينا بالجديد. تعال ساعدني داود، تعال ساعدني. كل مرة فوزي يقول نسويه بالنادي، بس أنا قلت لا، بالبيت أحسن ولو شوية تعب. هاك انفخ. نجاة تفهميني أرجوك، أنا قصدي أخلي هي تعترف بنفسها. إذا أنا بلغت عليها معناها حطمناها للأبد، صدقيني. أنا واثق هي تعترف، أعرف وفاء شنو ذنبها، لكن أصبري لي يومين مو أكثر. نادية، انت مو قلت تتخلصي من نادية؟ راح اتخلص منها وراح اسلمها بايدي. تعرف شو راح اسلمها؟ العقود. قبل ما انطيهم الفوزي صورتهم كلهم، قلت اخاف يسوي شيء، على الاقل عندي الصور. انا كنت اعرف ايمان ونادي ما يعيشن سوا، كنت واثق ايمان هي اللي راح تبقى مو نادي. واني هم عجبني اشوفك ياها النادي الاخر مره قبل ما تروح وتنتي. بس أنا خايفة من شي واحد عادل، خايفة على أمي. طلعت بداية ما أقولها أي شي. كان لازم تقولي لها. ما قدرت، خاورها أنت. بس هي ما تعرفني. احكي لها كل شي، خابرها وخلت أعرفك. أنا بعد ما يهمني أي شي أي شي، بس أرجوك عادل لا تقولها إيمان هنا، أرجوك. خبر
عبد الفتاح أحمد، فوزي عبد الواحد، عبد الفتاح أحمد. إلى هسه ما مصدقة اسمه موجود هنا وما مصدقة. هو هم كان يبيع ويشتري بالأراضي؟ لا، كان مقاول معروف، وأكيد هو هذا الورطة. فوزي الندل. أمزين أخوك صبري قدر ياخذ حقه منه، كان معذب عذاب حسب ما حكالي هو. كان يسميه الحبل. حبل؟ تتذكرين مرة من قرينا تليفونات، دفتر تليفونات، قرينا اسم الحبل؟ هو هذا فوزي، يعني الحبل. وبالنسبة لأبوك الله يعلم كان يسميه. بس احنا رقم تليفوننا ما مسجل الدفتر مع صبري. لو كان مسجل كان بوقتها انتبهت. ما معقولة. أبو كان عنده مكتب لولا؟ طبعاً. تليفونه تعرفيه؟ إيه. هاج دوري. أنا تليفون بيتكم شفته هنا ما موجود. بلك تليفون المكتب. ماكو. شوفي زين. ماكو. ما معقولة. شنو ما معقولة؟ صبري لو يعرف أبوك مشارك باللعبة كان اتصل بيه. بس أنا أبويا ورا 4 أشهر توفى. حتى لو شهر واحد ما كان عفى عنا صبري. يعني يمكن يكون حافظ التليفون على الغيب. لا، ليش ما حافظ تليفون فوزي؟ تليفونه مال الفندق، وحتى تليفونه هو هم مسجل هنا. يجوز يكون توفى وما لحق يتصل بي. كان يتصل بأمك. انت متأكدة أمك ما تعرف؟ طبعا متأكدة. ذكري زين، ذكري إيمان، ما فد مرة سامع صبري مخابركم للبيت؟ أبد. غريبة. ماكو غير صبري ما كان يندل لأبويا. ما تقولين أبويا مخاول معروف، فأكيد صبري عرفه. ما دافتهم عادل. اسم أبويا مسجل هنا بالعقود، وعلى أساس القاعة المبيوعة قاع أبويا. أعرف، أعرف إيمان، هاي القاع ما إلها وجود، على الورق وبس. أعرف، بس اللي مدى أعرفه، ليش صبري متصل بأبوك وهدد بذني مثل ما هدد فوزي؟ ليش؟ ماكو غير حل واحد إيمان. إيمان، صبري كان يعرف أبوك ما إلى علاقة أبداً. زين، وتوقيعه واسمه؟ التوقيع الزور والاسم هم يتزور. أنت نفسك مو قلت لي اسمي نادية؟ أنا هم أقدر أقول لك اسمي عبد الفتاح أحمد. أنت منو؟ واحد منهم. ياسين المسعود. ياسين المسعود بالسجن، فوزي ينطي فلوس لمرته، وإذا تليفونه مسجل بالدفتر معناته أكيدة. أكيدة إيمان. ياسين المسعود، ياسين المسعود، ياسين المسعود. لا تتعب نفسك عادل، ياسين المسعود ما عنده تليفون.
اسمع عادل، اني مره وفاء قالت لي جيراننا عندهم تليفون. لحظه كتبته. اسم جبار. جبار 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 جبار. هو نفسه إيمان، نفسه. تندلين بيتهم؟ إي وفاء وصلت لي إياه. يلا بشر عليهم. هلا وحلومة حبيبتي. هلا فوزي. وصلت لك على كيكة تخبل تخبل، رح تجيبوها وراي. شكرا شكرا جزيلا. الله يسعدك. أهلين. يا معودين، على الأقل قولوا اليوم عيد ميلادي، شوية قلوبنا خلت الصافة. أحلام، أنا لخاطرك خاطرك أنت مستعد أصالح حتى ويا عدوي. تسلم يا وردة. بالنسبة لمجيد. خير؟ مجيد هذا فد واحد دريد يخرب بيني وبينك، فأخاف أسمعك حكاية زايدة، حكاية ناقصة، لا تصدقين بي أبدا. شحكي تعال قولي لي أني. يا معود شكو داير بال لهذا؟ أكبر واحد ما يخرب بيني وبينك مو هالنوب مجيد. هلا وحلوم. هلا وحبيبتي. مرحبا. هلا عيني. هلا. أنا جاي من طرف فوزي. مرحبا خالة. هلا عيني. هلا. ترى الحكاية كلش مهمة، لو ندخل جوا هواي أحسن، لأن هذه قرايبكم وفاء راح تودينا بمصيبة. ترى تعال عيني، تعال تعال. خش خش خش. فوت عيني فوت. شكو عينك خير؟ وقعت الفادي. تعرفين وفاء هالايام قعدتها وقومتها ويا هذا عادل اخو صبري. صبري؟ اي بلي صبري. يعني مات صبري وما خلصنا منه؟ عله وندبت علينا يا اخو مو عله. اقعد عيني استريح استريح. هسه ما تقول لي دلاهاش وداهاش جابها علي. انا اعرف وبكت السوى بيك وبياسين المسعود. اي عيني اي صبرنا سبيره. ياسين المسعود انحبس وظل الي ملاحقني، واقول له لك عيني على بختك، انا ايش عندي انطيك؟ انا مره فقيره. لا انت مو فقيره، انا اعرف انت مو فقيره. وتعالي الله ينطي العافيه فوزي، ما ادري ايش حكى وياه وقنعه وجاز بعد ما يلاحقني. وقام ينطي الضعف ضعف، يعني بدالكم وبداله. هسه شلون عيني فدوه؟ خاف هاي مضروبه الجلوه وفاء تحكي لها حكايه قدامه ونروح نبتلي من جديد. يعني خلصنا من صبري، دوره اجانا اخو صبري. ادري بس ياسين المسعود جدلها على صبري، يعني ما لقى غير صبري. هو شعل عيني، هو وين يعرفه فدوه لعيونك غير فوزي؟ الله يكتب له السلامه. قال له تعال وتعال وقع له على العقود. اعرف اعرف، ووقع بدال هذا المقاول اللي مات. اي بلي بلي بلي. شو اسمه يا فخرية؟ والله نسيت اسمه عبد الفتاح احمد ابو عواطف. راح ووقع له على العقود. بشر اسمعي، هسه هو ياسين المسعود ايش دله على صبري؟ ما لقى غير صبري. هو شو معرفه بي؟ عيني شو معرفه بي؟
غير هو فوزي الله يسلمه دز عليه وقال لك قال وقع له العقول. عرف عرف بمكان هذا المقاول المال. اي بلي هذا المقاول. شوفوا انا هم نسيت اسمه. شو اسمه يا فخريه؟ شو اسمه؟ اسمه عبد الفتاح احمد ابو عواطف. راح وقع بمكانه. ابويا بريء. رجعتني نفسي، رجعت لي كل شيء. عادل ما اعرف شلون اجازيك. الله يخليك فوزي يا أعز أخ عندي بالدنيا. ده حق زينة. زينة هسا وقتك. ألو فوزي، فوزي اسمعني، انطيني أحلام دا أحكي بها. فوزي اسمعني دا أقول لك أريد هالأحلام. ها شباب شو قعدتوا ليش؟ لا تقعدون، غنوا 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 ورقصوا افرح. احلام ليش قاعد غنوا؟ آخر يوم بحياتك مجيد، بس انتظر. هذه هي العقود. لأن الصور مالتهم. اي طيب والأصل؟ الأصل سلمت الفوزي. سؤال آخر، العقود ايش وقت أخذتيهن من بيت عادل؟ الساعة بيش يعني؟ تقريبا بالأربعة. يعني بالنهار؟ اي بالنهار. البنية اللي خابرت على عادل وسوت نفسها منتهى منو؟
عاطف أختي. عواطف عبد الفتاح، هاي راح تعتبر شريكة وياك. بس هاي خطية، متزوجة وعدها أطفال. كان المفروض بيها تفكر بالأطفال قبل ما تشاركك. احنا كنا نفكر بأبونا وبس. ما دام طلع بريء بعد ما يهمنا أي شيء. كان المهم هو وأبويا وبس. أنا راح أقدم لكم كل ما عندي، وأنتوا شو تقدموا لي قدموا لي. أنسة إيمان، إحنا ما عدنا غير شيء واحد نقدم لك إياه، العدل. واني مرايدة غير العدل وبس. الشرطة جايين عليك. شعدهم جايبين لهم الطاقة. بو شكو الشرطة. الشرطة على فوزي. نعم العفو فوزي إذا ممكن. ليش؟ متأسفين أدنى من القاء القبض عليه. ماكو شيء، صدقيني ماكو شيء. فوزي أحلام حبيبتي ماكو شيء. لا 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 ما ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. ارجعي لا تخافين أبد، لا تخافين. ارجعي غني ورقصي وفرحي، ارجع صديقاتك وأصدقائك، لا تخافين علي ماكو شيء. يلا حبيبتي ماكو شيء. ارجع غني غني ورقصي، غني ورقصي وافرحي. خير فوزي شكو. Thank you.
دير بالك على أحلام. مكتبة منضدة عدد 3 آلة طابعة ظل سر بينك وبيني. يا حجاياي حجاية نادية، أخاف يصير سؤال جواب، أنت ما تعرف كل شيء وأني ما قايل لك كل شيء. ليش يعني شكو صاير شيء؟ يعني صارت طلابة وأخاف يعني يصير سؤال شيء، مثل ما قلت لك إحنا لا نعرف بشيء ولا نعلم بكل شيء. زين ها؟ دخيلك سيد عدنان، ترى انت خوفتني. يعني شنو طلايب؟ يعني صاير شي؟ بابا لا تخاف، انت ظل ساكت، كل شي ما عليك، فهمت؟ ايه تعال تعال مصطفى. خيران؟ انت هم اللي قلت لسلمان ارد اقوله لك. شنو؟ على بقول الحكايه مال نادية، يعني اخاف يصير سؤال جواب استفسار، احنا ما نعرف شي. اللي نعرفه عاد المريض ويمكن يتوهب ويحكي حكايات مواعيها، غير هذا ما نعرف. أنا اللي أعرفه أقوله. أنت إيش تعرف؟ اللي أعرفه سلمان يعرف نادية. أنا وين أعرف نادية؟ عدنان هو يعرفه، هي قرايبة. أبا أنا كل شي بقايل. لا قلت وحلفتني يمين. لا شو ما قلت. سلام، شلونك؟ شلونك اخويا؟ رسالة وين عدنان؟ رسالة؟ يا رسالة؟ رسالة دز لك يا صبري، وشوفتني انا قبل فترة هنا. ها رسالة موجودة موجودة. مصطفى جاي العم عادل هسه. لا لا شكرا ما اريد. شلونك سيدي سلمان؟ وراسك وراسك سيد عادل، أنا ما كان قصدي، هو اللي وهمني. اسأل المصطفى. بلي سيد عادل.
أستاذ عادل، يعني تكذبني إلي وتصدق مصطفى؟ هو أني اللي شلت سماعة التلفون لو سلمان. رسالة عدنان. رسالة أستاذ عادل، هاي الرسالة هي سبب الخلافات بيني وبينك. هذه أخوك من دزليها الله يرحمه قال لي بيها عدنان دير بالك على أخوي عادل لأن عادل مريض ويتوهم أشياء لا وجود لها. تعرف ليش عدنان؟ لأن في المرة كنت مريض وإجا شافني هنا وكنت أحكي بلا وعي، أحكي على السيد فرحان وعلى حمدان الفاضل، فعبالي حكيت لكم على قضية قديمة تخصني وتخصه، فكتب لك هالشكل. كان هذه يعني مسائل عائلية بينك وبينه ما تخصنا احنا، يعني ما تخصني لي. جيب رسالة. أستاذ عادل، هاي الرسالة تبقى عندي مستمسك. ايه مستمسك. أنا ما أقول على بس شي واحد عدنان، ما أقول لأن قضيت عمري كله هنا وأنا خايف ومرتعب من جبناء أمثالك. جبناء جيبها. يا حبيبي لا قصة، أنت ما تعرف شو غريبك. حضرتك عدنان صادق أخي؟ أنا عدنان صادق. تفضل أخي، تفضل ويانا. بس يعني شو مسوياني؟ تفضل أخي تفضل. هذا بس لا يذبني ويا بيبيه. أنا كل شيء معروف، أنا محلفني يمين. سلمان. نعم. إيه بلي منذر. سمعي دا أقول لك مع عواطف، أنا بعد لا أعرفك ولا أعرف بنتك. إي بلي طبعاً. المرة اللي تعمل هيك عمايل ويقدموها للمحاكم أنا بريء منها ومن أمها ومن أختها إلى الأبد. وأرجوك بعد إذا تخابريني بالتليفون أسد بوجهك. العفو سامي. تفضل. طمني أرجوك. أنا دا أقول لك اطمئن، ما دام راحت بنفسها واحترفت ودوافعها دوافع شريفة فتفائل بالخير يا أخي. تفضل. عفو أستاذ حامد، يعني أكو احتمال يعني براءة؟ أستاذ عادل، أنا ما أقول لك براءة، بس أقول لك اتفائل بالخير. شكرا. أهلا ومرحبا. ها ابني عادل، بشر. الله كريم. الله يجازيك بالخير ابني. خمو مثل منذر رجل عواطف، حتى سؤالهم ما سأل، وها صار مرتين يسد التليفون بوجهي. الشاهدة منتهى جوار. رائع، كل شيء كامل، وتقدري من اليوم تباشرين يا انسه احلام. شكرا.
سمحت نجي. تفضل وياك. تفضل. صباح الخير. اهلا. صباح النور. اهلا عادل. تفضلي ست بدريه. نقل؟ هيبلي نقل. شو هاي هالسيئة اللي سمحنا بيها؟ أنا أعرف تسمعين بكل شيء، بس هذه ما خليتش تسمعين بيها. نقل؟ وين يعني؟ للشعبة اللي تشتغل بيها نجاة. أريد شوي أرتاح، أرتاح من الكابوس اللي قضيت عمري كله هنا. أنا أجر نفس. كابوس؟ بقي الأمر يمك، لكن قبل ما أطلع أريد أحكي لك قصة صغيرة أبو سمير. يعني شنو كابوس؟ إحنا ما عاجبيك؟ أول مرة أسمع القصة وبعدين أقول لك. قصة يمكن تفيدك، فلازم تسمعيها. تفضل استريحي ست بدرية. ضاملك فتشي هنا أنا. اسمع أبو سمير، قبل حوالي 25 سنة أكثر كانت أكو بقريتنا فد وحدة حلوة، حلوة لآخر درجة. ما بالك شنو؟ نابع من القاع مالت القرية ومن سواقية. وحدة هالشكل، شطب مال ريحان، فرس أصيلة، شعر أسود، عيون سود، قلب أبيض. ولكن كانت حيل فقيرة أبو سمير، فقيرة لآخر درجة. كانوا عدا جهال اثنين ورجال مريض. فوازاها الوقت واشتغلت خدامة بيت واحد غني اسمه فرحان، 7 دنانير بالشهر. 7 دنانير الأربع حلوك. 7 بس كانت فرس أصيلة. والفرس الأصيلة أبو سمير، الفرس الأصيلة غارا منها الحياية والعقارب والضباع. أسبوعين ثلاثة بدا السم والفحيح مالي يشتغل عليها، وبلا ما هي تدري. إلى أن في يوم من الأيام وما تشوف نفسها إلا وهي لو هي متهومة وجه الوجه فرحان الفرس الأصيلة، وجه الوجه فرحان. ما تحملت نفسها، كانت كبيرة وما قبلت حتى تبري نفسها من الحياية والعقارب والضباء، وقالت أموت أحسن. ماتت، انتحرت. الفرس الأصيلة انتحرت. ورا سنين مات السيد فرحان، لكن قبل ما يموت هو على فراش الموت وعرف نفسه راح يواجه ربه، كتب رسالتين، واحدة إلي، واحدة لأخويا صبري، حتى يشهد بها الناس وشهد الله بأنه الفرس الأصيلة ماتت وهي أصيلة. بالنسبة لصبري شقك الرسالة وقال أنا أعرف شلون أطلع حيفي من الدنيا، لكن هاني ضميتها وضميت وياها القهر والخوف والمرار. وجهز وقتها حتى أطلعها
واطلع وياها الخوف والقهر والمرار واقدمها هديه. هديه للست بدريه. تفضلي ست بدريه. طبعا انا اعرف كل واحد بهاي الدنيا عنده هوايه. واحد يجمع طوابع، واحد يجمع كتب، واحد يجمع لوحات، واحد يجمع فراشات، بس انتي تجمعين فضايح وتعيشين على الفضايح، فيمكن هذه تفيدش للمجموعة مالتك. خذيها خذيها. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح الخير. انا وسهلا. لطفا ست احلام موجوده؟ اي نعم تفضل. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا. صباح الخير. اهلا اهلا استاذ فاضل. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. شلون الاحوال؟ لو تفضل استريح. اهلا. شكرا جزيلا. يا الله احلام، عبالك اذا انت تنهزمين من النادي النادي راح يعوفك؟ أستاذ فاضل أنت تعرف الظروف اللي... والله هاي الحكاية أسمعها من واحدة غيرك، لأن أنا أعرف كل الزين أحلام أقوى من الظروف. شكراً أستاذ فاضل، لكن أنا... أنا ما أعرف لكن ست أحلام. المهم أكو مسابقة دولية بكرة المنضدة والمرشحين أربع أسماء وأنتي على رأس القائمة. بس أنا صار لي مدة ركت ما لازم تبيدي. إيه بالنادي أكو هواية ركتات يا أحلام. أرجوك أستاذ فاضل أني... أني ما أعرف أرجوك. تتحضرين من باكر للتمرين وكافي دلال. صار؟ حصل حلال. والله بعد ماكو فائدة أقول لك رأي، لأن دسر حيصدر قرار المحكمة والسمعة بإذنك. وهذا اللي خايف منه. يعني بصراحة أستاذ حامد، أنا ما أتحمل لفوت جوا وأسمع القرار. فراح أنتظرك برا بسيارتي وبعدين تعالوا. صار أستاذ عادل. شكرا. محكمة! وفاء براءة. إيمان وعوارف. اطمئن سعد عادل اطمئن. ست شهور مع وقف التنفيذ. يعني شنو وقف التنفيذ؟ يعني تقدر توعدها يوم وشوفها الإيمان. Thank you.
شجاه الناس شجاه الناس شجاه الناس أي شي ما إلو يا الناس شجاه الناس انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي يبعدوني يضيعوني يبعدوني يضيعوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني عذابي وحيرتي وصمتي انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي يبعدوني يضيعوني يبعدوني يضيعوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني شتنسوني 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 أنا حرة سرب دمي إله يصحب عيوني شجاعكم يا بشر كار ما ممكن تمنعوني أنا حرة سرب دمي إله يصحب عيوني شجاعكم يا بشر كار